السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلام للجميع. إخوان، اليوم بدنا نحكي عن وصفة لعلاج مسامير اللحم. مسامير اللحم يا إخوان منها أنواع، وفي منها اللي بيطلع بالإجر من تحت، بصير لما يمشي صعب إنه يخبط عليه وبحس بألم. طبعا هاي الوصفة إخوان صديق لي وجربناها مع زوجته، كان عندها مسامير لحم بالإجر وزبطت معها، يعني 100% زي ما بقولكم، لكن حسب الحالة والوضع بدكم تجربوا. يعني هاي الوصفة زي ما قلت لكم، أنا الوصفات ما نفعت ما بتضر، لكن بنجرب شغلة سهلة جدا. بنجيب الموزة يا إخوان، طبعا بنكشر الموزة. أول شغلة جرب كشر الموزة بهاي الطريقة، نطلع الكشر مربع هيك، نطلعه هيك بالطريقة هاي. طيب هلكيت، إذا كان نفتحه هيك شوي من هان عشان ما يمزعش، نفتحه من هان شوي عشان ما يمزع، نعمله هيك، شايفين كيف؟ هلكيت مسمار اللحم كان تحت، بتحط هاي بتلف عليه، بتلف عليه شاشة، بتخليها تطبق 100% على مسمار اللحم، بنحط عليها شاشة كل 24 ساعة مرة، بنجرب لعدة مرات بتبلش تشوف إذا في نتيجة ولا لا. لكن إذا كان مسمار اللحم أو قطعة لحم لحمية صغيرة طلعت في منطقة ثانية، بإمكانك تأخذ اللي هو اللب هذا هيك بالطريقة هاي، ركزوا كيف، تجمع هذا الطريقة هاي، بتحطه مثلا على المنطقة اللي مصابة، خليها أقل إشي لمدة 12-24 ساعة، بعدين بتغيرها. جرب هاي الطريقة إن شاء الله بإذن الله بتزبط، وإذا ما زبطت ما بتضر. بالإجر بتحط كل الكشرة وبتلف عليها شاش حسب المنطقة، إذا كانت المنطقة صعبة تأخذ زي ما قلت لك كمان مرة اللي جوا بتكشطه بالطريقة هاي، شايفين سهل جدا ها، بالطريقة هاي. وبإذن الله جربوها، والله في ناس زبطت معهم، يعني حسب الحالات يا إخوان. وإن شاء الله الوصف الجاي منشوف شو بدنا ننزلكم، في كثير وصفات عندي، كل يوم راح ننزلكم واحدة بإذن الله. بالنسبة يا أخوان اللي سألوني عن التوليل، هسا المرة الجاي بنزلكم في طريقة يعني مضمونة 100%، طريقة مضمونة 100%، لكن بدي أشوف لكم إذا في إشي أخف من هاي المضمونة، لأنها شوي صعب تحصلوا على الوصف اللي بدي أعطيكم إياها، ممكن غلبة على بعض ناس تحصل على الماء اللي بدي أوصف لكم إياه، فبدي أشوف إذا في إشي أسهل. لكن هاي الطريقة اللي بقولكم عنها، اللي أنا بقولكم 100%، يعني شاب أجاني ووديته وعملها وفعلا اختفت، تم القضاء عليها. لكن انا هاي الشغلة صعب انك تحصل عليها، اللي بدي اوصف لكم اياها المرة الجاي بشوف اذا لقيت اشي سهل يكون موجود بين الايدين وسهل انك تجيبه بدون اي تكلفة وبدون اي تكاليف. يعني كديش بقدر انا انه الوصفات اللي بقولكم عنها تكون غير مكلفة،
بتاتا، لانه في ناس يعني زي ما بيقولوها على كد الحال، ما حدا بيعرف شو احوال الناس. ونتمنى السلامة للجميع، وان شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو.